ينضم إليها في هذا الإطار من واشنطن دكتور أشلي أنصارة عضو الحزب الجمهوري. مرحبا بك دكتور أشلي. في هذا السياق ومن خلال ما استمعت مما طرحته واشنطن بوست على افتتاحيتها هذا اليوم، لماذا ترامب هو نادم على الرسالة التي خرج فيها وقال إنه يؤكد على تسليمه السلطة بشكل سلس؟ أعتقد أن ترامب مش شاعر بأي نوع من الهزيمة في داخله، وهو لغاية دلوقتي شاعر أنه هو انظلم. شخصية ترامب شخصية عجيبة الشأن. احنا في أمريكا for the first time نشوف رئيس جمهورية منتخب بهذا الشكل، سلوكياته، أفكاره، الطريقة التي يعامل بها الناس اللي حواليه في البيت الأبيض، الطريقة التي يعامل بها أعضاء الحزب الجمهوري أيضا، الطريقة التي يعامل بها الكونغرس، كل هذه تؤدي إلى كونكلوجن واحد في نظري أنا كعضو في الحزب الجمهوري لمدة 45 سنة، أن هذا الرجل غير كف ليكون رئيسا للجمهورية. لماذا تخليتم عنه في الحزب الجمهوري؟ ورجل حزين جدا لهذا الموقف. نحن نؤمن بالحزب الجمهوري وفكرة الحزب الجمهوري، وليس نؤمن بشخص معين. أنا ولائي للحزب الجمهوري وليس للرئيس ترامب. أنا ذكرت هذا الكلام أكثر من مرة في عدة محطات، في البي بي سي، فرانس 24، في محطات عربية في بغداد وفي مصر وفي تركيا. الرئيس ترامب بدأ بشخصية عجيبة، شخصية لطيفة، شخصية مقبولة من الحزب الجمهوري وأيضا من الشعب الأمريكي في تحسين الاقتصاد وخلافه. إنما في الأونة الأخيرة كان أوفر ويل إن هو لابد ينتخب مرة ثانية، وأي واحد يعرضه في هذا الموضوع سواء في البيت الأبيض وخلافه يكون عدوا لترامب. ده هذا يعني إن كثير جدا من أعضاء الحزب الجمهوري شعروا بنفس الشعور. في رأيك ما السبب الذي يجعله الآن حزين من موقف مايك بينس؟ أنا لا أعتقد أنه حزين على الإطلاق. هو الرجل عايش في what we call يعني بالون، عايش في الجو بتاعه في مجتمعه. أنا شفت الفيديو اللي اتعرض 24 hours ago لما كان بيبص ويتابع التدخل المشاغبين في مبنى الكونغرس، كان سعيد. فإزاي يكون واحد رئيس جمهورية منتخب وسعيد أن المشاغبين بيخشوا الكونغرس وفي نفس الوقت حزين؟ أنا لا أعتقد هذا على الإطلاق. شخصية عجيبة يعني أنا بنظر إليه بنظر بالحزن والأسى، لأنه ابتدى بداية جميلة جدا ولطيفة، إنما في الوقت الحالي انتهى بحزن كبير جدا. مش بس هو، الشعب الأمريكي حاسس إن هو انضحك عليه بمعنى آخر. إن واشنطن لم تكد تتنفس بعد أيام قليلة من الاقتحام المروع لمبنى الكونغرس، حتى ظهرت تهديدات بمزيد من العنف بحلول يوم تنصيب الرئيس في 20 يناير الجاري، ما استدعى تعزيزات من الحرس الوطني. أثار الهجوم على مبنى الكونغرس مخاوف من أن يتحول يوم 20 يناير الذي سيؤدي فيه جو بايدن اليمين بوصفه رئيسا جديدا للولايات المتحدة إلى يوم من التوتر، حيث تتصاعد الدعوات إلى العنف في الشبكات اليمينية المتطرفة الموالية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. أذهب إليك مرة أخرى ولكن بعد فاصل قصير. دكتور أشلي، ما قرأته الآن هو افتتاحية لوبرازيون الفرنسية تقول بأن تنصيب جو بايدن 20 يناير هذا اليوم سيكون حفل جميع المخاطر، إلى أي مدى في رأيك سيسهم دونالد ترامب في جعله فعلا يوم لجميع المخاطر؟ هو الرئيس بايدن، الرئيس المنتخب بايدن والرئيس الحالي ترامب، الاثنين توافقوا على أن ترامب لن يحضر
inauguration للرئيس الجمهورية الجديد. أول حاجة. تاني حاجة إن الشعب الأمريكي دلوقتي حاليا في اليوم الحالي حتى في هذا الصباح في بعض التعليقات في الام بي سي والاي بي سي واضح جدا ان الشعب الامريكي لا يريد من الان ان تكون الكتله البيضاء في الشعب الامريكي هي التي تحكم الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده ليست انجلو ساكسون ايفانجيليكال كريستيان سوسايتي. That is not. I'm sorry ان انا بتكلم بالانجليزي. إنما المينورتيز اللي موجودين في الولايات المتحدة أو we call it the brown people اللي هم الهسبانيكس والأربس and so on and so forth لهم تأثير على السياسة الأمريكية. وهذا كان غير ملحوظ أيام الرئيس ترامب. أعتقد أن الشعب الأمريكي الآن سوف يحدد مسار هذه الدولة وهذا المجتمع إلى مدة طويلة جدا. فايس بريزيدنت بنس يعني في تعليقاته الأخيرة privately مع أعضاء من الكونغرس أصر أن الشعب الأمريكي سوف يكون شعب جديدا بعد تولي الرئيس بايدن، لأن الرئيس بايدن إدى فرصة لكثير جدا من أعضاء الشعب الأمريكي ليكونوا في الكابن من النساء ومن الأفريكان أمريكان ومن الهسبانيكس even from the middle eastern and the Islamic societies. في نظرة كبيرة وبعيدة إلى مدى بعيدة جدا إزاي يشترك الشعب الأمريكي في تسيير السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية. طيب في إطار تحديد المسارات هذا خبر عاجل أشير إليه الآن. زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب يقول إن محاكمة دونالد ترامب على الأفعال التي قام بها الأربعاء الماضي وقبل انتخابات جورجيا وكأنه حدد موعد المحاكمة، هذا السيناريو في رأيك هل سيتم أم أنها مجرد إجراءات إعلامية أو فرقعات إعلامية صح التعبير؟ لن يتم لسبب بسيط جدا. أنا أعتقد أن الكونغرس will impeach Trump. That's definite. الimpeachment start on Monday يعني غدا. الكابنت الأمريكي فشل أنه يعلن أو يعزل رئيس الجمهورية، هذا من حقه. إنما كثير جدا من الكابينت اوريدي سابوا الكابينت ممبرشيب. حتى الفايس بريزيدنت أعلن صراحة أن الإمبيتشمنت بروسيس ممكن تكون هي الفصل النهائي في ترامب بريزيدنسي. أعتقد أن هي تجربة جديدة، يعني بتفكرني أنا حين بقالي في أمريكا 45 سنة. بس هذا بيفكرني بأيضا الرئيس نيكسون لما كان الواتر جيت مشكلة، ولما الشعب الأمريكي قرر أن هو تنبيتش نيكسون ويخرج ويعتزل ويستقيل قبل نهاية مهم قبل نهاية الفترة بتاعته من أمريكا. هل هذا ممكن يحصل مع ترامب قبل 10 أيام من الانوجريشن؟ هذا ربما هذا هو المختلف. المدة المتبقية في 2021 للرئيس ليست كتلك التي تذكرها الآن. في عجل آخر زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب أعددنا مسودة للائحة الاتهام بحق الرئيس ترامب. دكتور أشلي تقول بأن هذا السيناريو مستبعد، هل يدرك الحزب الجمهوري ذلك أو الديمقراطي أو حتى الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب؟ إذا كانوا يدركون فلماذا يعدون لوائح الاتهام؟ هذا قانونيا معترف به، لأن الحزب الديمقراطي يقف أمام الناخبين وأمام الشعب الأمريكي، ولذلك الإمبيتشمنت بروسيس هاز تو جو أون. وذن هي سكسيدد أور نوت ده بيعتمد على السنت. يعني الإمبيتشمنت أوف ترامب هذا تم سنتين ماضية، لكن السنت لم يعتمد الإمبيتشمنت بروسيس بتاعة الكونغرس، وبالتالي الرئيس ترامب استمر في الحكم. إنما في هذه المرة أعتقد أن السنت لن يعترض على الإمبيتشمنت بروسيس بتاعة الكونغرس للرئيس ترامب لسبب بسيط جدا، لأن كل هؤلاء السناتور والكونغرس مان هيرجعوا تاني لأماكنهم ولابد يتم انتخابهم مرة أخرى. فأي واحد كونغرس مان أو سناتور بيبص لنفسه what's for me and what's for Trump، هو عاوز ينتخب مرة أخرى وبالتالي هيمشي مع الأغلبية. فاحتمال ان هو الرئيس البيتش ده احتمال اولموست اكتر من 50%. طيب من فضلك دكتور أشلي ابقى معي نذهب